السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض دجاج بالثوم والليمون بطريقة سهلة وبسيطة، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. نبدأ ونقول بسم الله ونشوف هنجهزه مع بعض ازاي. في البداية بنكون مجهزين الفراخ وغسلينها كويس وعاملين فيها فتحات بالشكل ده. بنحتاج لمعلقة من الصلصة، ثوم مهروس، لبصل، زيت زيتون، عصير ليمون، 2 معلقة من الزبادي، ملح، معلقة من الخل التفاح، معلقة من المستردة، جنزبيل بودرة، كركم، أورجانو، بصل بودرة، توابل الفراخ، فلفل أسمر، بابريكا، قرفة. في البداية في طبق أو بولة بنزل بزيت الزيتون وعليه الثوم المهروس عصير الليمون ربع كوب 2 معلقة من الزبادي معلقة من خل التفاح معلقة من المستردة معلقة من صلصة الطماطم بنضيف جنزبيل بودرة أورجانو قرفة بابريكا بصل بودرة بهارات الفراخ حبهان بودرة ملح وبخلط المكونات كلها مع بعضها بالشكل ده وطبعا نسينا نضيف الكركم. بعد ما خلطت المكونات كلها مع بعضها وبقت بالشكل ده دلوقتي ابدأ انزل بالتتبيلة اللي عملناها على الفراخ بالشكل ده واتبلها كلها. نتبل الفراخ زي ما انتوا شايفين بالشكل ده وفي الفتحات نبدأ ندخل التتبيلة ما بين الفراخ ونقلب الفراخ على الاتجاه التاني ونتبلها برضو. وبعد ما تبلت الفراخ وبقت بالشكل ده طبعا تبلنا الفراخ من بره ومن جوه بالشكل ده ومن الظهر بنسيبها منقوعة في التتبيلة لمدة نص ساعة ونحطها في التلاجة. وبنكون مقطعين بطاطس صوابع بالشكل ده، بتكون صوابع تخينة بالشكل ده، وبقطع البصل لصوابع زي البطاطس بالشكل ده، وبكون سايبة شوية من التتبيلة بنزل على البطاطس التتبيلة اللي جهزناها للفراخ وبتبل بيها البصل والبطاطس بالشكل ده. بتبل البصل والبطاطس بنفس التتبيلة بتاع الفراخ اللي عملناها بالشكل ده وبعد ما نقحت الفراخ في التتبيلة لمدة نص ساعة بطلعها من التلاجة وفي صينية ابدأ ارص فيها الفراخ بالشكل ده. ودلوقتي هنزل بالبطاطس والبصل اللي عملناهم مع بعض بالشكل ده. وده بيكون شكلها بعد ما ضفت لها البطاطس والبصل. دلوقتي بنزل بالتتبيلة اللي كنا ناقعين فيها الفراخ بالشكل ده ودلوقتي بضيف شرايح من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر
بالشكل ده. وده بيكون شكلها. دلوقتي بغطيها بكارتة فرن وبورق ألمونيوم وبدخلها فرن ساخن مسبك، درجة حرارة بتكون عالية من فوق ومن تحت لحد ما تاخد لون ذهبي، وبنطلعها. ودي شكل صينية الفراخ اللي عملناها مع بعض بالثوم والليمون. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.